إحدى محطات غسل السيارات في بلفدير بمدينة الدار البيضاء غادي تدور أحداث خدعة اليوم. الفريق كيستعد، كيوضع اللوازم التقنية وجميع المعدات الضرورية باش الخدعة تمر في أحسن الظروف وكل شيء يكون 5-5. وبطل هذا المقلب الفنان حميد المرضي. المرضي من أشهر المطربين الشعبيين في المغرب، تعرف وقت قصير بفضل موهبته الفنية وقدراته الصوتية المتميزة. السلام عليكم، معكم الفنان الشعبي حميد المرضي. دائما كما اعتدتوا تشوفوني كمغني، ولكن اليوم غادي تشوفوا حميد المرضي وهو كيغسل السيارات. برنامج وقيل هو استطاع يجذب جمهور كبير داخل وخارج المغرب من خلال الجولات الفنية اللي قام بها في مجموعة من الدول الأجنبية. أجيوا معنا شوفوا ردة الفعل ديال الجمهور اللي غيشوف حميد المرضي يغسل السيارة. شكرا. المرضي اليوم مسؤول على محطة غسل السيارات، المهمة ديالو الإيقاع أكبر عدد من الضحايا اللي مساكن مازال ما عارفينش باللي المرضي ما معاش اللعب. طوموبيل اللي دخلت المحطة ما يمكن تخرج منها غير إلا تغسلت بالزز وبالطريقة اللي بغا هو، حيت دخول الحمام ماشي بحال خروجه. وكاين حاجة ندير ما تبعني درهم لغسيل الطوموبيل. سلام. سلام داخل من برا. مرحبا. لا داخل من برا ياك. كوفر كوسانات كلشي. اي تساسوا الكوسانات ولي تغسلوا؟ لا هذا غير الاسبيراتور. كلشي الصالون ما كرهش الدرما تشري حتى الماطاج شابون صابون كلشي. انا ما كندوش الماكينه. شامبون ميكانيك ما كنديروش حنايا. اش كديروا انت؟ سيدي شوف الموتور بحال هذا اوتوماتيك ما عندكش؟ نعم ميكانيك. كيفاش اوتوماتيك؟ بوطا فيتاس لو في ديال فيتاس مانيال مانيال كامله. لا نعم اختي لا مرحبا نغسلوها اختي لا فينا لا نغسلوها ما كاين حتى مشكل. ممكن راه كاين اللي كليك فيها ثاني كليك الوريقه ديال السياره وريقات غنبغيو نخرجوها على قبل الكونترول في هذا. علاش؟ هذه اجراء قانوني هذا راه فيها الكونتاكت. عندنا واحد التقنيه جديده دابا في الغسيل عندنا دي برودوي داكشي كلشي يجيبوه تبارك الله من برا. ونعطيك اكزومبل قبل هذا السيفا هذا الصابون اللي كنحكوا به كتشوفي لي شونتيو صغار دابا هذا تخيلي شونتيو ديال لي زاباري اللي عندنا باش كنغسلو الماتيريال باش كنغسلو هنا غير مبسطينو. هذا برودوي ديال بارشوك وداكشي هذا ديال الجوانت شوفي لا تعرفتي كي كيخرجهم ما عمرهم يسوسوا. واش خدام انا ما كنتش خدام بالدب ديال لافاج؟ خدام انا. باش نجيب هاد دونتي فريز وجاب شيتا بالعاود باش غنجبدو شيتا كبيره بسطناها درنا شيتا صغيره باش غنجبدو برودوي دخل لداخل ونجيب برودوي من البانيو بسطناه درناه هنا كدير الكوميزال هنا كذا كوميتي باش غنحكم شي فوالا التبسيطه دابا باش نوصلوا لك الفكره كيفاش فهمتي الطوبه ديالي بهذا السيسه. بالنسبه للجوانط كنديروا لهم هاد برودوي تلقاو غادي معاهم دقا 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 بهاد برودوي. واش خدام انا؟ خدام انا هنا. بعدا دابا وانا كنشوفك جيتيني كتشبه حميد المرضي. هادشي شحال واحد قال لي انا كماره راه ديال تماره هادي داكشي اش مخدميني انا حيت كنشبه لحميد المرضي كنجيب لهم كليان دبر عليا ب 2000 درهم وجي دالك الله العظيم عرفتي كتم الزاك لا شطعتي جيتي انت خربقتي لي المورال. اول كليانه تنشوفها معكسه دابا بغيتي تقول لي كاع الناس اللي هما دخلوا داروا لاباس خاطر وراي يلاه تغسلها دار 60000 انا نهار حليتو 60000 مولاي راه هو راه شي كاع الطوموبيل اللي تشوفيها فايته الكراج برا عرفها راه خالصه اصلا من بلاد كاع حط 60000 ريال على حساب الطول والعرض وداكشي اللي عنده. شوفي 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 كي كتبري شوفي شوف كتبري بحال هادي موسخة. لا هادي موسخة داكشي اللي جبتها تغسل داكشي اللي جبتها تغسل هادي موسخة ولكن هاد الثمن اللي قلتي لي ما نقدرش نقول. ساعتين المكان ساعتين المكان ساعتين المكان. لا 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 الله يا اختي ما حقرت قسما بالله والله الا كنهضر معاك بالجد. لا ما نقدرش نغسلها ب 2000 درهم. خو
واش كان مغربي شي تكتب هذا الماتش ديالك تقول لي ماشي فنان 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 تلقى في لا تيلي تلقى في لا راديو تلقى في لي سواري فنان نخدم في لافاج والله فاز انا اخويا فمك ربي وكنت فنان انا كره مدى بالايام عندي الصوت ولكن كنغني مع الدار مع خوتي في المناسبات ديال الحمام ملي كنكون تنغسل بحال هكا خدام ندوا الحمام والطوموبيل هاد الماتريال اللي جبتي ليه المهم صافي خلي الوريقات 3 ايام ولا 4 ايام رجع لها ان شاء الله أربع أيام غير تغسل، أنت عارف شنو كتقول ولا لا؟ تطلب شوية الوقت كثير عارف على حساب لي برودوي باش يكرمون ديان داك في لافيني فيو ديالها في عادي لا جدا. لا أنا راه بغيت نغسلها ماشي غنصبغها. أنت غترجعي لها. مينيموم 3 أيام. 3 أيام؟ 3 أيام. الطريقة ديال الغسيل عندنا حنا. ولكن 3 أيام راه بحال غتعاودها في الصباغة؟ لا. ولا تغسلها؟ السباغة 15 يوم وفي كامل هذا الوقت كامل حنا كنفرحوا لك راه 3 ايام خصها تبقى في السيارة هنايا ما ديرش هاد لي برودوي لا تغسلها لي غسيل عادي 3 ايام 3 ايام عاد توجد السيارة ديالك 3 ايام عرفتي اللي كاين دابا الطوموبيل تغسل لي بهاد السيسة بهاد السيسة تغسل الطوموبيل هادي درجة الزوار الطوموبيل تغسلها كل حاجه كنجبدوا لها الشيته ديالها حاجه كنجبدوا لها الشيته ديالها واش فهمتي مثلا شعيب الله يعاون طريق سلامه الله يديك بخير هذا 3 ايام وحاطه عندنا يلا جدها اليوم شي بريد هب ذهب فهمتيني دابا داكشي علاش قلت لك 3 ايام من بعد غادي نعاودها لك بهاد القطن هذا تستعملوه في السوير كلاص هات هاد البلايص ما غيدخلش ليهم بوتشامو كاين ولا لا؟ يا سلام عرفتي هاد البرودوي هذا؟ كاين شخو هنا في المغرب، أول وحدين دخلناه هما حنايا. الماتريال الحقيقي راه حيدنا هاد البودرة باش دخلناه. غير خصنا نزربوا الماتريال الحقيقي. واش كنت تهضر مني تفرق تخسر تماني تنتفلى معاك. أول ما كنت هناك. بدا الطوموبيل عاد تيهاد جناه وشبعانة غبرة فيك تيبان. فين كتسكن؟ تيبان الفيرما. آه. هادي الثانية. برودوي كيمشي مع البرد كيمشي مع البرد عطيك اكزومبل ها انت دابا هذا ما غنغسلوش ما نمسحوش دابا عنده واحد ساعة لما قال هاد لافاس كامل وتخيل ساعة 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 نص نهار مشى راه البيبان عندك نص نهار كتسمع داكشي ديال مانيكير بيديكير راه هي الطريقة الحديثة اللي دخلنا حنا غنخليو هذوك الست الحبة في كرمو وغنمثيو دابا غنمثيو الثوير كلاص قدامي في هاد اللي عندنا حنا في الوثخ ما يشد فيه الوثخ وبالنسبه للغبره تضرب وتطيح بالنسبه لهاد لي برودوي اللي عندنا دوك راه تيضحكوا عليك تقدري تغسلها في ساعه ونص ولا ساعتين ولكن يومين غتوسخ هادي راه شهر ما تدخلهاش لافاج شي شهر الوسخ كيضرب كيزلق الغبره كتضرب كتزلق بنادم يضرب يزلق حتى الكسيد الله يحفظ لا شي واحد بغى يتوشيك ولا شي حاجه تيزلق وضرب طوموبيل اخرى حيت الاخرى ما جاتش عندنا لافاج هادشي اللي دايرين هنا وحق لا اله الا الله والله ما كنتفلى لك اختي وحق الله مثلا لي مشيت عاد هاد السنان مبغيناش نديرو غسيل هاد السنان مبغيناش نديرو غسيل عادي شوفي على حساب الومنيوم باش ما تسوش حيت السوسه ديال الجوانط هو الماء كيبقى مقلت فيهم ودابا الا بغيت نخرجها 14000 ريال واش 14000 النمره ديالك دخلت سي سي عندنا مع الدخله ديال الكارات كياخذها الروبو انا خصني نجيب الطوموبيل شي ساعه ونص لما كان ونمشي بحال هادشي عندي ما يدارش انا في المدينه دور معايا ساعه ونص نوجد يلاه دبر عليه هاد لافاسون عادي ما علاش فيه هادشي هذا الطريقه زعما تنقصك بغيتي نغني لك غني لك ودور معايا علق خويك علق خويك علق خويك علق خويك ولا 400 درهم المديره والو 400 درهم دبر عليا 700 درهم زائد 700 درهم ديال الكراج يا 1400 درهم نجيبو بها جروب هذيك تعطيك 1400 درهم تغني لي نجيب جروب انا للدار دور معايا والله القادم ساعه ونص موجد لك ولاري 100 درهم ونسلتها نسلتها لك خرجي تسنيني على اليمين ونجيبها 100 درهم 100 درهم ما تحسبتيش دابا الدرهم قوال السلام عليكم الله يبارك فيك خمول المحل يدير تيكواندو خمول المحل تحرشوا عليا احنا قلنا لك يدير تيكواندو السلام عليكم سام هادي ختمو المحل كدير لايك يدوه كلشي تبارك الله كيتريني
40,000 ولا 100 درهم ونسلتها ولا نجيب لك نجيبهم لك صحاب الله يكيدهم والفول كونتاكت شي راه ورا 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 عافر راسكم اللي دخل كتقول راه هو غادي يجي راه يتهدد وما عندكش فلوس اصاحبي تضارب لبسه ب 900 درهم اكثر من 900 واش داك دخل لهاد المحل هذا كله ضواو تاع الرخام اللي دايرين حنا عرفتي شحال طالع هنا كيجي عندنا هنا شكون وشكون وين هاد السياسه دخلت انا ولا نلقي جوين وطلع طلع 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 الفلوس طلع الفلوس طلع الفلوس خدمت الطوموبيل شي عادي في التاه مازال عندي الخدمه خاصني السوبر خاصني في الليل عندي واحد المناسبه خاصني نمشي للطوموبيل لا لا اعتذر لهم عندك 3 ايام انت غنحسب لك 1500 درهم مزيانه 1500 درهم شفتني الطوموبيل اري فلوس واش اري وذبذي انا خدامه انت تتشلخ فساعي لي الله يخليك انا هو الباترون او من الارض تدوس الطوموبيل انت هذاك المره في البركه حيت قطعوه لينا مشكله لا خويا وا وسري وا هذا تا هو لقي من المملين جاي من الارض هاوي واه هو في الارض انا كذبت عليك كيفاه تيجي من الارض ما تيجيش من السماء لا من الارض أنا الطوموبيل ما بغيت لا نغسلها لا والو صافي كنت غنمشي بحالك 40,000 ريال 40,000 ريال غسلتي ولا ما غسلتيش دابا 40,000 ريال شو باش كدير؟ إلا كنغسل الطوموبيل سكا بعدا راه كاس كتعفن في هكا واش أنا غنجلس نضرب أنا وياك هنا؟ الله يهديك حيدي على حيدي أنت أنا حيث من بعد تبغي ديري ادخل الحمام بحال خروفو خلصي ما قصنا ما درت السيد كاع تي كديري برود واش دير لي شي والله تتخلص بالله والله تتخلص ادير الكاله دير الكاله بشعيب دير الكاله الرويد كاميو تما حطو هو دريدو اتي الله لا ديتي الطوموبيل بالله واش مصطيتي ما صافي حنا غنغرقو 24,000 ريال الله الا خديتي السوار تي ما نربحوش حنا نموتو حنا في هاد البلاد هادي انا كسبتي الطوموبيل انا ما عندي حتى شليله انت والله لا ديتي بالله تسناتي يجي مول المحل صافي وزيدون خليني نغسل خليني نغسل خليني نغسل الماء جاي من الارض لا ما تقيسهاش هذه النعمه ديال مولانا 2000 درهم وكاين 1000 درهم لا 700 درهم لا غسيل الطوموبيل كتبغي هادشي تهضر معايا كتقول لي 700 درهم والله تنجيب لك الفيديو والله تنجيب لك الفيديو ودوز لي على رجلي غندوز لك على رجلك دوز قيدو كوستا اش عندك لا سيرونس توريس ولا لا سيرونس ديال الله انا واش هذا وقعدنا الله نجيب لك باترون تخلصيه ها اه جيبوا لي انا غنخلص حلفي بالله باترون انا ما تيعرف والو تيعرف الفلوس يلا سير عندو جيبوا لي انا غنخلص حلفي بالله قولي وحق الله انا دابا غطب يد ديالي خليني نمشي بحالي انا الله يرحمك اديري يا مارش صبعي السوار تعدي تيجي مول المحل دير على راسك انا وا شاشه صبيني وصافي ما تغسلها ما والو صافي ما بقى دير لي بحال ما غير 100 درهم طلع سويت كابو 100 درهم راه غنديرها مارش راه غنديرها مارش لهذا حيدي من قدامي بدات الخدمه حيدي هاتي شوف 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 راه ما يا كلمه مقطوع سيري حيدي توصل لك 100 درهم سيمانه اخويا كاين حتى واحد بغيتي المسؤول انا هو المسؤول باي سي باترون كاين عافاك شوف ليا بغيتي مول المحل انا والله الا بقيتي فيا بالله اش قلتي قبيله لمن كنشبه انا لمن كنشبه انا اش قلتي قبيله لمن كنشبه هو هذا حبيت البارد اخرج يا باترون نقدموا لك الباترون عاونينا على الباترون هذا هو اللي قال لي دير هاد الغريب كامله
انا هو المسؤول، انا هو المسؤول. وعن ضيق لي بواحد تمنيت انا نهديه الحبيب شاركتي معنا فواقيلة هو شاركتي معنا فواقيلة هو وانا هو حامد المغربي